أثرت عليها كثير وقوتها أكثر. أنا بالنسبة لي الله، زي ما يعني كلمة جميلة الصراحة. قالت أستاذة أبها، قوتها أكثر ما هي قوية. أنا بالنسبة لي بصدق يعني أقولها، هي قوية المرأة اليمنية، وزادت قوتها مع الحرب. أنا أشكر الحرب لأنها خلت المرأة اليمنية قوية، تساعد نفسها. زي ما قالت برضو إنها كانت عيب تكلم الراجل، عيب تعمل كذا. هي خرجت للشارع، هي اشتغلت بدل الرجل، هي اللي جابت الدخل، عملت كل حاجة ما كانش متخيلة إن المرأة تقدر تعملها، لدرجة إنها كانت ضعيفة اتصرفت بكل المقاييس. عملت أكل في البيت، دخلت دورات، ابتدوا يعملوا الحلويات، يعني انتجوا. صح، الحرب مؤلمة وموجعة، لكن يقولوا الضرب على الجرح يقوي، كثر الأوجاع تقوي. وفعلا اليمن قويت، بالمرأة اليمنية أكثر من أول. الحرب قوتها أكثر وشجعتها وخرجتها للحياة أكثر. يمكن المرأة أيضا اليمنية، يعني الجانب المستنير فيها ظهر مع هذه المعاناة اللي فعلا، عانينا منها في الحرب لأنه بشكل ما كانش كبير، ما فيش ظهرت. حد يعني يقول البنت عيب، البنت عيب. ما فيش عندنا في عيب وفي حرام. أنت توصل العيب إيش هو والحرام إيه؟ نعم، يعني في فرق بين العيب والحرام. إحنا خالطين العيب والحرام مع بعض. فلو إحنا نقول هذا حرام وهذا ما يصلح، مش عيب. العيب عيب، حاجات عيب يعني ما نقدرش نتكلم فيها. هذا الشيء ما ينفعش البنت تعمله. يعني في أشياء، يعني في حدود، في احترام. احترمي نفسك عشان الكل يحترمك في الأول والآخر. فالبنت بقوتها وباحترامها لنفسها تكون أقوى.